يا رب الله قلبك يا ابو بندر. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير يا خاله. صباح النور يا مرحبا بك. شلونك طيبه؟ والله بخير الحمد لله. الله يجعل والدك في الجنه ان شاء الله. قول امين. امين. يا خاله ايش رايك في الشباب وايش رايك في الفقره وايش رايك؟ والله انا حلوه الفقره حلوه واهلها حلوين وكل شيء فيها حلو ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يجعل والدك في الجنه على كل حال يطول عمرك. امين. يا خاله عندك بندر خالي. بندر القرقاح من الكويت تختاري لها اي رقم نفداك؟ كم رقم رقمك كم راح؟ راح طال عمرك رقم واحد وراح رقم ثلاثه وراح رقم 13 وراح رقم 6 أيوة. وراح عندك من عندك من 3 أيوة. الى 23 من 3 الى 23 اي رقم 3 راح 3 نفداك عندك من اي ايوه كم 2 و4 وفوق طيب 2 طول عمرك 2 ما حد أيوة. صح الله يعطيك الله يوفقك يا خاله فمان الله امين الله يسلمك مرحبا ومسهلا والله اللي قايل الحلال الرجال ذول صجونا والله ما سمعناهم كان بيجينا دعوة في آخر ساعة من الجمعة ما راح 2 تقول 2 هذا 2 إن شاء الله نقول لوكيشن إن شاء الله ها لوكيشن والله اي والله يلا لوكيشن عند بندر القرقح ولع لك مر عطني اياها طيب دقيقة بختار واحد خلاص اصبر اصبر تو روح هناك روح هناك سعود طيب اصبر يلا سعود اللي يعلمك اي سعود مكان يلا تعال ايه بندر تدري وين الدور فيه؟ في لوكيشن طقطقه وين لوكيشن طقطقه؟ ايه حق نواف لا فاهمه بس عين الورق بعض ما ادري حق نواف اللي عند الباب اللوكيشن وين؟ اللي عند الباب ايه دقيقه اللوكيشن وين؟ ابدا ولا بعد؟ اي اذا قلت رح يلا لوكيشن وقف يلا يلا اروح ها؟ يلا 1 2 3 وين اللوكيشن؟ عطنا التايم عند نواف عقاب انا الحين رايح عند نواف عقاب هنا عند حق لوكيشن هذا حق السحا يا اخي وش لا مو ايه روح بسرعه تعال لا تعال بسرعه يا اخي اركب لايك سكرايب تفضيل بوكس كل شيء ها علم عجل خلص الرجل حي عينك ما شاء الله تبارك الله اي والله مصلعه امحاه 4 دقائق ليه يا ولد تستاكل عمن طيب سم يلا خذ اورقتك وتوكل لا بروح انا تعال يا سعود تعال 4 دقائق يلا اعطونا المتصل ايه المتصل